الأهرام أيام الكابتن حسن حمدي كان دائما، وحتى داخل الأهرام يقول لك الكابتن حسن حمدي بيجامل الأهلي. ها؟ طيب النهاردة الأهرام ما خدتش البتاع، طب زعلانين ليه؟ لما تكون زعلانين إن الكابتن حسن حمدي كان بيجامل الأهلي. النهاردة البيدنج وصل لأرقام أعلى بكتير من اللي كان الأهرام بياخد بيه. طبعا اليوم. ها؟ واخد بالك؟ ليه الغضبة ان النهاردة ما ترسيش على الهرم؟ لان حقيقة الامر ان كان بيظلم الكابتن حسن حمدي، لانه ما كان بياخد حق الرعاية للنادي الاهلي كان بيكسب من وراها مئات الملايين. يعني يبيعها بقرش يكسب ثلاثة، القرش كان يعمل ثلاثة على طول. فعشان كده الهرم غضبان وزعلان، بس نأمل في لحظة ما بطريقة ما الامور تعود الى نصابها. لا يمكن يستقيم الوضع ان اكبر مؤسسه صحفيه تصطدم باكبر نادي في افريقيا، ده مش منطقي، لا مصلحه ده ولا مصلحه ده، لمجرد بيدنج. انت ده مزاد بيني وبينك، انت خسرته ب 250 الف جنيه، لو كنت حريص عليه كنت زودته، كنت زودته ما سبتوش. كان الكابتن حسن بيعمل كده بقى عشان كان بيعرف انه هيسوقه كام. ربما المزايد من قبل الاهرام خاف انه ما يعرفش يسوقه، فالمشكله جوه الاهرام مش عند النادي الاهلي. النادي الاهلي عايز اعلى سعر ولا يملك لائحيا غير انه يعمل كده. ده مزاد اخر كلمه هترسى عليه، رست على شركه ثانيه. لو الاهرام كان حاسس لسه انه يقدر يكسب من وراه، من ورا الاهلي كان زايد وزايد وزايد. فالموضوع ده لازم ينتهي، لازم يكون في عقلاء تلم الموضوع. النهارده رجل اقتصاد كبير على راس هذه المؤسسه، لو كان الامر بيدي لسعيت فورا في انهاء هذا الخلاف. بس والجايات كتير، يعني انت الاهرام خسرها السنه دي، خدها السنه الجايه، خد اللي بعديه، خد اللي بعديه. ده عمر مؤسسات، ما هوش لا يحسب بالسنين ولا بالاشهر.